انت تعرف ان شهادات الادخار دلوقتي بقت استثمار منافس قوي للذهب، وده لان العائد في بعض الشهادات ارتفع بشكل كبير جدا لدرجة ان هو وصل ل40% بتاخدهم مقدم كمان اول ما بتشتريها. بس يا ترى ايه حكاية الشهادات دي؟ وايه البنوك اللي بتقدمها؟ وايه افضل شهادة ممكن تشتريها؟ كل ده واكتر هتعرفوا معايا في الفيديو ده، فتابع الفيديو للنهاية علشان تعرف كل التفاصيل. ناس كتير بتفكر دلوقتي انها تشتري شهادات ادخار، خصوصا بعد اعلان البنك الاهلي وبنك مصر عن شهادات دولارية جديدة، وده اللي خلاهم يسألوا عن اكتر شهادات الادخار وايه افضل شهادة موجودة دلوقتي. بص يا سيدي، انت عارف ان في بعض البنوك بيقدموا دلوقتي شهادات بعائد بيصل ل40% زي شهادة البنك العربي الافريقي، ودي بقى شهادة ولا في الاحلام، لانها مش بس بتقدم لك عائد بيصل ل40%، لا دي بتقدم لك كمان العائد مقدم من غير ما تستنى بقى دوريات الصرف. والعائد ده يا سيدي بيكون عبارة عن فايدة 3 سنين بياخدها العميل بمعدل تراكمي 18.56%. ده كمان البنك العربي الافريقي بيقدم شهادات اميرالد الثابتة، ودي عبارة عن مجموعة شهادات ادخار مدتهم ما بين 3 ل 5 ل 7 سنين وعشر سنين كمان، وده بسعر فايدة مختلف حسب المدة ومعدل الدفع. ليك بقى حرية الاختيار إذا كنت بقى عايز دورية الصرف تكون شهرية أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي أو تراكمي، وده كله حسب احتياجك. بيتراوح معدل الفايدة الشهرية من 10.25% ل16%، معدل الفايدة ربع سنوي من 10.5% ل16.25%، أما بقى معدل الفايدة نصف السنوي فبيتراوح ما بين 10.5% ل16.5%، بيتراوح معدل الفايدة السنوي ما بين 10.75% ل17.25%. الشهادات دي بتتباع ب5000 جنيه قابلة للاسترداد بعد 6 شهور من الشراء. وعلشان تكون مطمن وانت بتشتري الشهادات دي، لازم تعرف الوضع المالي للبنك اللي حقق خلال الربع الأول من عام 2023 صافي أرباح بقيمة 40 مليون دولار أمريكي، وصافي دخل من العائد بقيمة 109 مليون دولار أمريكي. أما إجمالي الأصول فبلغت حوالي 12.6 مليار دولار أمريكي، إجمالي القروض بقيمة 4.7 مليار دولار أمريكي، وكمان إجمالي ودايع بالبنك بقيمة 8.4 مليار دولار أمريكي. أنت كمان عندك شهادة بنك التنمية الصناعية، ودي بقى من ضمن الشهادات اللي بتقدم العائد مقدماً. مش بس كده، دي كمان بتدفع فايدة بتصل ل39%، مدة الشهادة دي 3 سنين، بتشتريها بالجنيه المصري بحد أدنى 50,000 جنيه في المرة الأولى، وده بمضاعفات 5,000 جنيه ومن غير حد أقصى. من ضمن كمان مميزات الشهادة دي إنك ممكن تقترض لحد 50% من قيمتها، بس خد بالك أنت مش هتعرف تكسر الشهادة دي غير بعد مرور 6 شهور من شرائها. بتدفع غرامة كسر في السنة الأولى بقيمة 7% من قيمة الشهادة، أما في السنة الثانية فبتدفع 6%، في السنة الثالثة بتدفع غرامة 5%. أما بقى لو أنت عايز تستثمر فلوسك بالعملة الصعبة، فبنك مصر والبنك الأهلي أصدروا شهادات دولارية. بس ايه تفاصيل الشهادات دي بقى؟ شوف، بنك مصر اعلن من ايام عن اصدار شهادتين دولارية. الشهادة الاولى اسمها شهادة القمة، ودي مدتها 3 سنين بعائد 9% سنويا بيصرف مقدما، وده بواقع 27% تراكمي وبالجنيه المصري. اما الشهادة التانية اسمها إليت بعائد 7% سنويا، بس دي العائد بتاعها بيصرف بالدولار كل 3 شهور. بالنسبة للبنك الاهلي فهو اصدر نفس الشهادات دي بنفس العائد، بس اللي بعائد جنيه مصري واسمها الاهلي فورا، اما اللي بعائد دولاري اسمها الاهلي بلس. دلوقتي بقى قول لنا رايك في الشهادات الجديده اللي اصدرتها البنوك المصريه.